فواد موقف فواد باش نبدا تفضل مين باش تبدا منجي يبدو انك صديقي لم تطلع على ما تقوم به الرابطه وعلى مواقفها ومنها البيان اللي قلنا قطعنا فيه العلاقه مع منظمه فريدري شبيرت والاتحاد يعطيكم الصحه هاكا فرصه زاد كذلك منجي ظهر لي ما طلعتش على الموقف اللي خرجناه واللي أنا نشرته الرابطة في 3 لغات وموجه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا والأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المنظمات الأخرى اللي موقفها مخزي من القضية الفلسطينية. والله ينشاطر لا أنا مانيش نشكك في موقف أنا أذكر أنا أذكر يا منجي وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأنت منهم. دونك حبيت نقول زادة كيف منجي كان طلعت على التقرير اللي قمنا به وأنشط الرابطة زادة كذلك تو تشوف اللي نصيب الأسد من هذا التقرير اللي دو تيير متاع التقرير متاعنا يتحدث على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجزء صغير اللي قلق هو يتحدث على الحقوق المدنية والسياسية وكما قلت معناها يوم 9 ديسمبر كنا عملنا نشاط وقدمنا هذا التقرير وقدمنا عرض لأنشطة الرابطة وكذلك دعونا إلى مسيرة كان شاركت فيها عديد الأحزاب السياسية وجل المنظمات الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية الأحزاب منجي المرة الجاية نستدعاوك نحبوك تجي ما نجيش مع جبهة الخلاص المهم جبت خلاص مستحيل لا ما نجيش فما جبت خلاص ما جبت خلاص نحن شوف لا وين جبت خلاص لا ما نجيش جبت خلاص سامحني جبت خلاص من غدوة ذاك عاملوا ما نجي ما مضيع راك شو نحن 9 وهم عملوا 10 نحن 9 ديسمبر ما عملناش جبت خلاص وانت 10 لا غلط في التواريخ ما نجي سامحني دونك قلت انه عملنا مسيرة هذا لإحياء ذكرى 10 ديسمبر نذكر اللي 10 ديسمبر راهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي وجب صحيح مراجعة منظومة حقوق الإنسان بما يتواشى واللي وصلنا له اليوم وكذلك باش نعاودوا نأكدوا تمسك بما جاء في السكوك والمعاهدات الدولية وكذلك دستور تونس والقوانين الوضعية الضامنة والداعمة لحقوق الإنسان. التقرير تقرير دسم عنا برشا ما هبطناش تقرير فيه عديد المعطيات اللي استقيناها من تقارير جمعيات والمنظمات الوطنية من الصحافة من الإعلام وكذلك من الخطاب الرسمي ومن الإحصائيات الرسمية في عديد التوصيات ما نعرفش اللي ها باش نرجعوا له معنا توا